مشاهدي سوبورو تي في، رجعنا من بعد البريك لحتى نكمل نحن وانتم بفقرات حلقتنا لليوم. موضوعنا لليوم بفقرتنا انترفيو رح يكون موضوع مميز وخاص من نوعه، رح نحكي عن المشاكل او التحديات والصراعات اللي عم يساروا داخل العوائل، داخل العائلات، بين الافراد. اليوم رح نشوف ايش هو الحل الامثل لمعالجة هاي المشاكل والابتعاد عنها. رح نعرف اكثر ونناقش حول هذا الموضوع مع المدرب واستشاري العلاقات بشارة حداد. أهلا وسهلا فيك معنا عبر شاشتنا سوبورو تي في. مرسي لاستضافتكم وأهلا وسهلا بالجميع. كمان مثل ما ذكرتوا بالبداية، في كتير من المشاكل والتحديات كل العوائل عم يمرقوا فيها. ممكن هالمشاكل عم تتطور، ولكن في عوائل عم يقدروا يتخلصوا من هاي المشاكل ويشوفوا الحل الأمثل مثل ما ذكرتوا، وأيضا عم يعالجوا كل المشاكل. اليوم رح نتطرق لهذا الموضوع، وبأسئلة كتار كمان رح نعرف مع حضرتك الإجابة عنا. ولكن بالبداية أستاذ بشارة، نعرف أنه كل شخص أكيد في معركة جواته لما يريد يطور نفسه، ولما يريد يكون شخص مميز ممكن هاي المعركة تمنعه من التطوير وممكن من التواصل مع الآخرين. نقدر نعرف أكثر كمان حول هذا الموضوع؟ أكيد، هي مثل ما سميتيها ستنا، هي فعلا معركة، وهذا الشيء ما بيبرلش بعمرنا الحالي. يعني نحن دايما منفكر أنه شو هلأ منا نعمل، ما معنا نظرة للماضي إجمالا هيك منتصرف. بس هو إذا من نعالج الشغلة من نرجع للماضي، يعني كيف كانت طفولتنا، كتير مهم جو البيت اللي ربينا فيه، بعدين جو المدرسة، جو الحي، الأصحاب، الجامعة إذا وصلنا للجامعة، بعدين للشغل. هيدا الشيء إذا ما تطرقنا له ما رح نفهم شو عم يصير معنا حاليا، لأنه نحن حاليا عم نعمل ردات فعل كتير، عم بعمل كتير ردات فعل عمارتي، وأنا فعليا ما بعرف ليش. شو هي الخبرية؟ هي الخبرية نحن وصغار تعرضنا لأوجاع معينة، أوقات ما حدا يعرف يوقف حدنا، ما حدا يساعدنا، نبنى عنا شعور اسمه خوف. صحيح. خوف من التواصل مع الآخرين. هيدا الخوف من التواصل مع الآخرين هو معركتي. إذا أنا ما عرفت خوضة منيح، ساعد حالي منيح، رح بلش اعتمد اساليب تدافع عن حالي، لانه باخذ الاشياء شخصيه وبفكر الاخر ممكن بده يأذيني، فبروح بدافع عن حالي بطريقه كتير غلط. صحيح. ممكن كمان استاذ مثل ما ذكرت انه الشيء اللي عاشه بالماضي كمان الشخص يجي يعمله هو بالحاضر وبالمستقبل. الشيء اللي عاشه بالماضي عم ينقله بكل فتره عم تسير بحياته، اكيد هذا الشيء غلط. أكيد أكيد، وأكثر 100% مثل ما عم تحكي الصح، وهيدا أكيد، لأنه أنا إذا ما عالجت جروحات الماضي رح تضل تجر معي وخاف من المستقبل. شو هي يعني، شو هي المعركة الخاطئة اللي أنا بتبنيها بتواصلي مع الآخر؟ أوقات بصير عندي تصرف أنانية، يعني بصير عندي طريقة هجومية على الآخر، ودائما بده إنه أنا ارتاح قبله، وهذا الشيء مأذي، ما بيخليني أتطور وحب الآخر. يعني كأنه فوت بلعبة الأنانية، وفي احتمال كمان أكتر فوت بلعبة الكبرياء مع الآخر، أنه أنا بدي الآخر يمشي على طريقتي، وأنا إذا ما كان على طريقتي ما رح يصير الصحي اللي بدي إياه. فهول معركتين كتير أساسية، إذا الإنسان ما انتبه لهم تيطورهم بيقلب تحتهم وبصير في كتير مشاكل. تمام، مثل ما ذكرت استاذ انه الانسان ممكن يعيش بلعبه الانانيه والكبرياء ويكون ضحيه المجتمع. ليش الانسان عم يفكر هيك او عم يحاول يكون تنقل انسان متكبر وانسان اناني؟ حلو سؤالك. هو لانه ليك شو، نحن بحاجه لاشياء تنحس حالنا مرتاحين. واحده من الاشياء يلي هيك نحن بنحبها هي الاهتمام، انه حدا يهتم فينا. انا الاهتمام اذا ما تلقيته انا وصغير بيضل في عندي هيك مثل غصة جواتي، انه يمكن انا اهلي ما بيعرفوا يعطوني اياه، يمكن معلمتي بالمدرسه ما اعطتني اياه، ولكن شريكتي كانه ملزمه تعطيني اياه. فبروح عند هيدي المره وقت اتجوز على اساس انه هي بدها تعطيني الاهتمام، الاهتمام يلي انا بدي اياه على راسي مثل ما انا بدي. فيمكن مش يمكن، اوقات كثير بتفشل المره لانه
ما عندها المعرفة الكافية عن حالي، عن حالي أنا، تتعطيني الاهتمام يلي أنا بدي إياه. فهون أنا ببلش عند التعصيب تمام. شوي شوي. إذا ما عرفت رجلج هيدي المواضيع بصير عندي مثل ثورة غضب جواتي، بصير كل الوقت أحكي عن حالي، صوتي عالي، بقطش الناس إني وعم يحكوا، هجومي بتصرفاتي لأنه بحس إنه أنا مظلوم، يعني ما عم تهتم فيي. طب ما أنا كل حياتي كنت ما حدا عم يهتم فيي، وهذا الشيء موجعني. كمان مرتي هلا بدها تعمل ذات الشيء، ويمكن نعيش كل حياتي بهذه الطريقه. فهذا الخوف بكبلني وبخليني اتجذر بشيء برزيلي كثير عاطله، هي اسمها الانانيه. والانانيه هي واحده من الصراعات الكبيره اللي بنعيشها ضمن الكوبل. هاي اول نقطه. إذا بدنا نروح للنقطة الثانية اللي ذكرتيها حضرتك، هي الكبرياء. ليش واحد تمام. بصير يتكبر على مرته وبتعمل صراع؟ بيتكبر لأنه في أشخاص بيعيشوا بطريقة إنه بيحبوا يسعوا للكمال، إنه أنا بدي كل شيء على بيرفكسيون، يعني للكمال تظبطه، بس لأنه أنا ممكن إنسان بهذا فاطر. التفكير وبهاي الطريقة هن يخسروا الأشخاص يلي بحياتهم. أكيد نحن هلا ما عم نعطي الحلول، نحن هلا عم أقول لك قديش في تحديات، تمام والأساس تبع الصراع يلي بفكك العائلة. تمام هذا إذا بدنا نفوت بالعمق، ما نحكي بطريقة سطحية. ففعلا بتفرط العائلة، أصلا بطل في شيء اسمه عائلة. صحيح. لأنه تخيلي تسلمي لي، إذا أنا عم عيش مع مرتي كل الوقت أنا أفضل منها، بوحي لها إنه أنا بعرف كل شيء، وهي إذا بتمشي على طريقتي أنا برضى عليها، إذا ما بتمشي على طريقتي بكسر الأرض. إنه مش مظبوط، لأنه بصير عندي تعجرف، وهذا التعجرف يفرجيني إنه أنا ما برحم الآخر، قاسي، صلب، ما عندي حنان، ما عندي عاطفة. وهيدي المعركة الثانية يلي عمليا عم تدمرني بتواصلي مع الآخرين، لأنه صرت أنا القصة كلها، أنا اللي بفهم، وأنا كل شيء بهالحياة، ما بخلي مجال لحدا. فأكيد بده يصير في صراع كتير. أكيد كمان. تفضل. بضل في النقطة الثالثة تفضل. كثير مهمة اللي أنت ذكرتيها، إنه الأشخاص يلي بيفوتوا بلعبة الضحية، إنه عم يلعبوا دور الضحية، شو بيصير؟ بهيدي الحالة كمان كله نتيجة تربيتنا نحن وصغار، يمكن كان في تعنيف بالأسرة، يمكن حدا تعرض لتحرش جنسي، لظلم، لضرب، لقلة احترام بطريقة معينة، أو من قال له شو في حلو، بصير يفكر حاله إنه ما بيملك الحظ، وهو معطر، وهو ما بيستحق يكون بالمرتبة الأولى. فهالشي بخليه يفكر إنه هو ضحية، ضحية هالمجتمع. بصير معطر بالعلاقة. شو يعني؟ يعني بيكون شخص شريكي عم يحكيني، وأنا بقول له مثل ما بدك، يلي بدك إياه بنعمله، ما عندي مشكلة، بس أنا من جوا بكون عم بغلي، لأنه عم بنهار، عندي ضعف شخصية بأشياء معينة. هيدا الشيء كمان من الأشياء الأساسية مثل الأنانية والكبرياء يلي بيولعوا، بيأججوا الصراع إذا بدك، وإذا ما عرفنا نرجلجهم تفرط العائلة. تمام. كمان مثل ما ذكرتوا بالبداية إنه كلتنا عم نمرق بصعوبات وتحديات، وممكن نحن ما عم نعرف نتعامل مع هالصعوبات لحتى نقدر نتخلص منها. نحن بدورنا كأشخاص لما نمر بأي صعوبة، شلون لازم نتحكم بتصرفاتنا ونقدر نكون مناح بهذا الموقف؟ أول شغلة هيك كتير حلوة إذا هيك بنعرفها، هي إنه نقول إنه شريكي بأنه عدوي. تمام كتير هيك حساسة هيدي النقطة، مع إنه يمكن صحيح. ما نكون مفكرين فيها، بس تصرفاتنا بتبين كأنه نحن أعداء. أنا إذا بفكر إنه شريكي منه عدوي وبركي معه حق بشيء، هذا الشيء بيساعدني تشوي المنطق يرجع على راسي، لأنه نتيجة الأنانية والكبرياء والضحية بصير الإنسان معصب، واللي بيعصب ما بيعرف يفكر مظبوط، يعني ما عنده توازن عاطفي جيد. عرفتي كيف؟ فأنا اللي بنصح فيه أول شيء، أول شيء هو الإصغاء، الإصغاء، الإصغاء. هذا الشيء كتير بنستفقده بمجتمعنا العربي، نحن ما بنسمع منيح. نحن بيكون شريكنا عم نحكي، بنكون عم نفكر شو هي الطريقة يلي أنا بدي رد عليه فيها، ما بفكر إنه اسمعه تأفهم مظبوط شو عم بيقول. دغري بعتبر حالي ذكي وامتلكت الفكرة وقادر أجاوب،
فأدافع عن نفسي بسأله شو بدي اسمع، كمان وهذا بالإضافة خطر كثير للإصغاء أبوه. لازم نعرف كمان شلون نتبادل الأحاديث بين بعض. ممكن مثل ما ذكرت إنه أنا بس عم بفكر إنه هذا الشخص اشتى يحكي لحتى أنا اشتى أرد عليه، ويكون يمكن ردي أقوى من رده. برافو عليكي، هيدي هي النقطة الثغرة اللي بنقلب فيها، بس تسلمي لي أنت اللي عم تقوليه إنه نتحاور، ما هو صح، بس تنقدر نبلش نتحاور الحوار السليم بدي بلش أصغي. صحيح. والإصغاء شو بيساعدني؟ بيساعدني تعرف الآخر شو عم يفكر، وبدي أرجومون يعني بدي أشياء تقلي إنه هو منه عدوي، ما عم يتهجم علي، صحيح. فالإصغاء شيء كتير مهم. النقطة الثانية إذا بدك بعد الإصغاء والحوار طبيعي هي إنه نكون شفافين. كتير كتير من الثنائيات يعني الكابلز اللي بيجوا لعندي ما بيكونوا صريحين مع بعضهم، يعني المرة بتخبرني شو وجعها، الزلمة بيخبرني شو وجعه، بس ما بيخبروا بعضهم، كأنه بيحسوا انه هن يمكن اعداء بمطرح وما عندهم الامان لبعضهم، ببطلوا يخبروا الحقيقة. يكون يعني في بصير هالرجال تراكمات اذا بحياتهم وما عم يقدروا يناقشوا كل نقطة عم تصير بأولها تنقل. صح 100%، فبتعرفي شو بنصير نوصل رسائل بطريقة مبطنة. صحيح. يعني مثلا شو بعرفني انه ما عجبته الطبخه، مش مراضي على هذه الطبخه، ما بيقول لها الطبخه مش على ذوقي، وين الحامض، انه هي لازم تفهم بطريقه غير الشكل، او يمرق صحيح. الخبريه بطريقه مزحه. هول اشياء بيقووا الصراع بالعائله، لانه بحط انه ولو ما انا مرقت لها الرساله ليش ما فهمت علي؟ ما بنفهم هيك رسائل، انا لازم اكون واضح وصريح، تمام. انا بحب هيك. هذا شيء كثير اساسي، كثير كثير اساسي، يعني انه اقول شو بدي، لانه الاخر مستحيل يعرف يحلل دماغي من دون ما انا احكي. يعني هيدي في خبرية نحن عنا بلبنان بنقول بنطنبز، يعني بنزعل بنحرد هيك، صحيح. بنحرد وبناخد موقف نهار نهارين وما بنقول شو بنا، ولازم الآخر يعرف. كتير صعب إنه الآخر يعرف شو بنا، يعني أنا بدعي للشفافية للحوار، لأنه نعبر شو بدنا من دون ما نهجم. يعني ما بقول لك أنت نزعتي لي حياتي، ما بقول لك حق عليك أنا متضايق، بقول أنا مزعوج، خبر عن إحساسي ومشاعري بصدق ومحبة، بتفرق كتير كتير كتير. وفي نقطة كمان مهمة كتير حلو تنتحكم بتصرفاتنا، هي أكيد. احترام الذات. احترام الذات يعني هي إنه أعرف قيمتي، وأعرف إنه إله جسد كرمالي، وأنا إنسان ذو قيمة، وأنا مهم بالمجتمع، وأنا مشيت بالغلط، وأنا مني غير محظوظ، انا اوقات الاشياء ما بتزبط معي. هيدي كتير مهمه، لانه قسم كبير وقت يفوت بهيدي اللعبه ويصير هو ضحيه، اللي بوجهه بيتدمر. ليش؟ يعني بصير انه تخيلي انا نقيت مرتي تكون هي سبب سعادتي، شايفها ومش مصدق، وبدي ارتفع انا وياها تنواجه هالحياه، هي انه هي معطره، ما بدبرس معه، ومصير اتنيناتنا عم نفوت بصراع اكثر واكثر. صحيح. فكتير مهم احترامنا لذاتنا، ونعرف انه نحن ناس مهمين، في اوقات بنغلط ما بنعرف، بس انه نحن من طبيعتي منا عاطله، انا انسان جيد. ممكن كمان علاقتنا لما تكون صحيحة وتكون بتفاهم وبكل حب تكون مثال لعلاقات أخرى، ويقدروا يتعلموا من هالشخصين وما يكون في مشاكل بيناتهم. برافو عليكي، وبتعرفي وين بنشوفها هيدي؟ بنشوفها بولادنا. صحيح. ما ليش اوقات كتير المراهقين والولاد عم يطلعوا عندهم مشاكل كتير وصعوبات بالحياة، حتى هلا هيدي الموضة الفايتين اللي هي جديد، ما بيعرف الصبي اذا هو صبي او بنت، والبنت ذات تمام. الشيء ما بيعرفوا ميولهم الجنسي شو هو. طب ما هي كل هالمشاكل من وين جاية؟ من كوبل رجال ومرأة ما عرفوا تواصلوا مع بعضهم بطريقة جيدة، صحيح. فاتوا بصراع، فرجوا صورة عاطلة لهالأطفال، الأطفال نسخوا عنهم وراحوا لهيدي الردات الفعل اللي هي منا من طبيعتنا تماما. ولا من ثقافتنا ولا من ديننا. تمام.
كمان بسؤال آخر أستاذ بشارك، كلتنا ممكن نسأل حالنا أو بعض الأشخاص يسألوا حالاً ليش في مشاكل بعوائلنا أو بعائلاتنا، أو ليش نحن بالذات وفي أشخاص تنقول حياتنا متفاهمين، هن عايشين حياة بكل سعادة وحب وما في مشاكل، إيش نقدر نرد عن هذا السؤال؟ هذا السؤال كتير مهم، وأنا دايماً هيك عندي لوم صغير على سيستم الدراسة تبعنا إنه ما بيعلمنا إيه يلي هو كتير بديهي. نحن منكبر بمجتمعاتنا منفكر إنه أنا كرجل بفكر إنه الأنثى مثلي بس هي أنثى. هو ما بيخبرونا شو يعني عالم المرأة، ولا بيخبروا المرأة شو يعني عالم الرجل، إنه نحن منفكر بطريقة مختلفة، نحن مش مثل بعض، حاجاتنا مش مثل بعض، حبنا منعبر عنه مش مثل بعض، رغباتنا أنا برغب بالأنثى بطريقة معينة، هي بترغب فيي بغير طريقة، هي بدها الاحترام، أنا هيك بنظر فيها بستحليها. كل هول المعلومات مفقودين بمجتمعنا. يعني عم جاوبك على سؤالك، هو الصراع بيجي بسبب عدم المعرفة. يعني برتبط بهالصبية بنخطب سنة سنتين، كل أحاديثنا بتكون نوعا ما عن إشياء هيك بتسلينا سطحية من برا، شو منحب ناكل، شو منحب نلبس، أي بيت بدنا نجهز، الزفة، نوع العرس، شو بدنا نلبس وفساتين نهار العرس، كله هذا حلو أنا ما عندي مشكلة فيه وما خصني بهالموضوع. بس الفكرة الأساسية إنه ما منفوت على عالم بعضنا، يعني ما بنعرف الصفات الحلوة اللي جواتنا، ما بنعرف شو عنا تحديات وصعوبات. بتعرفي تسلمي لي قديش بيجوا لعندي ناس بكون صارن شهرين ثلاثة متجوزين بتقلي ما كنت شايفة هيك، ما كنت شايفته هيك، عم يتصرف غير، هو بكون عم يتصرف عادي بس هي ما كانت ملتهية بغير شيء وهو ملته بغير شيء. صحيح. يعني ما في المعرفة الحقيقية الحقيقية شو الفرق بين الرجال والمرأة، ونعرف هيدا نعيش هيدي الخبرة إذا بدك إنه الرجال شو المرأة شو، ونحط أسس والقيم اللي بدنا نعيشها. فأنا بدعي، وأنا من الأشخاص يلي بيشتغل بدورات تحضير للزواج يلي هي بنعملها بس إنه بتكون سريعة نوعا ما، أنا بدعي ما حدا يتجوز من دون ما يفوت بمعرفة كتير عميقة شو يعني جازي، شو يعني مفهوم الجازي، مش لأنه كبر بالعمر وأمه عم تنقي يروح يتجوز. صح. يتعرف على الشريك كتير منيح، لأنه حرام نعيش هالمشاكل وهالصراعات بعيالنا، فينا نتجنبها تمام. إلى حد ما كبير. صحيح. كمان إذا بدنا نحكي عن فكرة النقد، ممكن أنا كشخص أكون قاعد باجتماع أو بحديث فيه نقاش وأريد أقدم فكرة، شلون أنا أقدر أقدم هاي الفكرة من دون نقد؟ النقد دائما بيكون جارح إلى حد ما. النقد البناء أنا بالنسبة إلي كيف بفكر بقول غير متوفر، لأنه بمجرد ما أنقده للفكرة وللعمل اللي عم يعمله للإنسان بكون عم دمره بوجهي، وكتير صعب ياخد مني شيء خير. أنا الخبرية بلا ما أقول له للإنسان أنت كلمة أنت بدي أجرب ما أستعملها أبداً، حتى بطريقة جيدة يمكن مش حلوة. أنت ما بتبوسيني، يعني تخيلي إلا لمرتي أنت ما بتبوسيني، شو عم إلا؟ عم بنتقد، عم بعمل لوم حق عليك، عم بتهجم عليا، عم إلا أنت فاشلة وأنت عم تضايقيني. طب وقت وصل كل هالصفات العاطلة بكلمة أنت ما عم تبوسيني، طب هيدي المرة كيف بدها تقرب تبوسني؟ بأي نفسية، بأي رغبة، بأي شيء؟ ما رح يمشي الحال. بس تخيلي إذا محل كلمة أنت بقول أنا، يعني أنا بحب وقت حدا يبوسني، لا في انتقاد، لا في تهجم، لا في لوم، عبر عن حالي، قول أنا شو بدي. أنا إذا بقول للشخص اللي بوجهي، هون عم نحكي عن، بما أنه عم نحكي عن العائلة يعني عم بحكي عن مرتي، إذا بقول له أنا بحب تبوسيني، خلاص هي بتحفظ المعلومة، بتصير بطريقة مفاجأة تيجي تعطيني هي، وحس ساعتها بالحب، ما أكون لا أنا عم بشحب لا هي غصب عنها عم تقدم هالشي. أنا بحب إنه ولادي يروحوا على القداس نهار الأحد، مش أنت ما بتخديهم على القداس. هيدا بكون جاوبتك على كلمة انتقاد. انتقاد ما بيبني الانتقاد بصير واحد يعمل انكايه وبالعكس وبتسوء العلاقة أكتر. أنا بنصح
أعرف أنا شو بدي، حدد مشاعري صحيح. وأقول أنا شو بدي وشو بحب من دون تهجم، وهون بصيب بكل محبة. وأكيد إذا شريكتي محترمة أكيد بتلبي لي الشيء اللي أنا بدي إياه، وبيجمعنا حب كبير بيكون. أكيد. كمان أستاذ بشارة، بعد ما عرفنا عن التحديات والصعوبات وشلون لازم الشخص يتحكم بتصرفاته، وصلنا للختام وبسؤال أخير، شلون الأشخاص أو تنقول الكوبولات لحتى يصلوا لراحة بال بعلاقات، إيش الشيء اللي لازم يعملوه؟ في شغلتين كتير أساسيات. أول شيء اسمه باردون، اعتذار، أنا بعتذر. هيدي الشغلة بين الرجال والمرأة منا بتكسر كب. هذا التواضع يلي بعمله اللي وقت أغلط بحق مرتي كتير مهم، لأنه بيبني لي علاقة كتير جيدة وبشيل كتير من الصراع. نص المشاكل بتروح هي إنه وقت أغلط اعتذر، وقت اغلط اعتذر اعتذار صادق. شو يعني اعتذار صادق؟ يعني اعتذر من دون ما ابرر غلطتي، يعني انا بعتذر منك لان قللت احترام وبتمنى تسامحيني. مش هذا الاعتذار الصادق، مش الاعتذار التبريري يلي بعتذر منك لانه انا قللت احترام بس انت وصلتيني تعامل هيك. بكون طلع حق عليا مش حق علي، واعتذاري منه صادق والمشكلة بعدها موجودة. يعني ما في راحة بال إلا بالاعتذار وقت أغلط. هاي شغلة كتير مهمة. النقطة الثانية اللي بتعمل راحة البال، نحن ليك كيف نحن كتير بطبيعة، مش بطبيعتنا، نحن كبشر متعودين إنه منحب ما نعمل أغلاط ونسعى نوعا ما إنه يكون كل شيء عندنا الكمال معين. هيدي فكرة كتير غلط، ما في كمال غير عند الله. يعني الآخر معقول يغلط، أوكي؟ بدي بلش صدق إنه الآخر ما عنده كمال ويمكن يغلط. طيب وقت أنا أغلط بقول باردون، طب وقت شريكي يغلط شو لازم أعمل أنا؟ لازم سامحه. صحيح. شفتي هيدي الكلمة بطلت متوفرة بالقاموس تبعنا، صار إنه القبضاي اللي بيقول آخر كلمة ويلي بيكون هو انه سيطر على الموقف وعلى المشكل وما حدا اكل له راسه وطلع قبضاي. ممكن في هيدا ضعف. أشخاص يشوفوا إنه كلمة الاعتذار هي كلمة كتير كبيرة، ويكونوا أشخاص متكبرين وأنانين إنه نحن ليش تنقول هاي الكلمة، أنا كشخص ما أقول كلمة باردون أو أنا أعتذر. فاذا بكل بساطه وما عم بحكي بكثير موضوعية، الإنسان اللي وقت يغلط ما بده يعتذر وما بده يفتح مجال ليسامح شريكه، ما في نق إنه ليش أنا عندي تحديات وصراعات بعائلتي. صحيح. طب ما إجباري بده يصير هيك، ما أنا مع بالنهار كل نهار بعيشه بغلط 5 6 مرات، أوكي، وبيتغلط بحقي 5 6 مرات. طب هولي إذا ما اعتذرت وما سمحت بعد شهر، يعني أنا مغلط 100 مرة، أكيد ما رح تقمرتي، أكيد بدها تصير هي عدوتي. ولو عايشين مع بعض وعم ناكل وعلى العمر عم يقطع، بس شو هالعلاقة بتفتر بصير فيها صراعات كتير، بتبطل مرتي صديقتي وبنفوت بالروتين وبنزهق من بعض. صحيح. بينما الحب بيدوم إلى ما لا نهاية إذا بدنا. أنا مع إنه الحب هو فعل إرادة، أنا ببنيه بشتغل على العلاقة وبتستمر إلى ما لا نهاية. هلأ أوقات بيكون في الصراع كتير قوي، الكوبل لوحده مش قادر يطلع منه، يطلبوا مساعدة من اختصاصي، من حدا، من مرشد، من حدا بيفهم بهيدي المواضيع، بيتساعدوا بيرجعوا بيقلعوا بحياتهم. ما في شيء عيب، مهم نحافظ على الحب، لأنه هو نحن هذا الحب تبع اللي بيربطني مع مرتي هذا على صورة الله ومثاله. حرام نفوته بالصراعات وما نعطيه قيمة جيدة، لأنه هو شيء مقدس، الزواج هو رابط مقدس. أنا هيك بشوف الأشياء. صحيح. أستاذ بشارة، بعد ما وصلنا لختام حديثنا وحكينا بنقاط كتار وناقشناهن، بكلمة أخيرة تحب توجهها عبر شاشتنا السوبورو تي في لكل الأشخاص اللي عم يتابعونا ويشوفونا عبر هاي الشاشة؟ أنا اللي بدي أقول لهم شغلة هلأ قلتها، بدي أرجع أعيدها هيك شوي أوضح. الحب بدوم إلى ما لا نهاية، اوعكم تصدقوا
انه الحب بيفتر بعد فتره وبيروح وبصير بيخلقوا غير اشياء مع حده، انه احترام وتعامل وهيدا شريك بي ولادي، ابدا مش مزبوط. وقتها تسمعوا هول الكلمات جربوا صلحوا بعلاقتكم، لان العلاقه بتكون غير جيده. العلاقه الجيده بيكون فيها حب بدوم الى ما لا نهايه، لانه الله ما بيخلص وما بينتهي، وهالحب جاي منه وبيقدر يجوهر الى الابد. أكيد. بالختام أحب أتشكرك كتير لوجودك معنا اليوم وللحديث الممتع، وأكيد لكل النقاط يلي حكينا فيها وناقشناها. ميرسي كتير. ميرسي لك. أهلا وسهلا.